السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا في الفيديو هذا غادي نقوموا بتصحيح الامتحان الجهوي، وغادي يكون هنا بالنسبة للامتحان الجهوي. في الفيديو السابق تعرفنا على نفس الامتحان الجهوي باللغة الفرنسية، الآن غادي نحاولوا نعطيو التصحيح ديال الامتحان الجهوي باللغة العربية. إذا غادي نقراو الأسئلة، نشوفوا طريقة الأسئلة باللغة العربية ونجاوبوا على هذه الأسئلة هذه. اذا نبداو نحيدو هذا. اذا هذا بالنسبه للامتحان بالفرنسي اللي تلقاوه في الفيديو السابق. اذا فبالنسبه لاول سؤال عندنا فيه، عرف العصبون او الخليه العصبيه. اذا تعريف الخليه العصبيه شنو هو؟ الخليه العصبيه هي الوحده البنيويه والوظيفيه للجهاز العصبي. اذا فالخليه العصبيه او العصبون فهي الوحده البنيويه والوظيفيه للخليه او عفوا للجهاز العصبي. كذلك ممكن تلقى تعريف للخلية العضلية. الخلية العضلية نفس الشيء، هي الوحدة البنيوية والوظيفية للجهاز العضلي. إذن الجهاز العضلي، إذن هنا عندنا هذا هو الجواب. إذن العصبون هو عبارة عن الوحدة البنيوية والوظيفية للجهاز العصبي. نكمل السؤال الموالي، اذكر خطر يهدد سلامة الجهاز العصبي وخطر يهدد سلامة الجهاز العضلي. إذن فهنا خاصنا نكونوا عارفين الأخطار التي تهدد سلامة الجهاز العصبي والأخطار التي تهدد سلامة الجهاز العضلي. بالنسبة للأخطار التي تهدد سلامة الجهاز العصبي، مثل المخدرات، مثل تعاطي الكحول، مثل التوتر، إذن هناك عدة أخطار تهدد سلامة الجهاز العصبي. بينما بالنسبة للجهاز العضلي، ما هنالك التمزق العضلي، هنالك الاستطالة، هنالك مثلا تعاطي المنشطات. إذا هذه الأخطار التي تهدد سلامة الجهاز العضلي. نكمل جيم، اكتب العناصر المتدخلة في انعكاس الشوكي. العناصر اللي كتدخلوا في انعكاس الشوكي او كتدخلوا في التحركية اللا إرادية. إذا فالعناصر هي كالتالي، يعني أول عنصر كيتدخل هو المستقبل، عفوا هو المهيج، المستقبل الحسي اللي هو الجلد، الموصل الحسي والموصل الحركي اللي هما الأعصاب، المركز العصبي اللي هو النخاع الشوكي، وأخيرا عندنا العضلة. إذا فهذو هما العناصر المتدخلة، المهيج، المستقبل الحسي هو اللي هو الجلد، الموصل الحسي والموصل الحركي الأعصاب، النخاع الشوكي اللي هو المركز العصبي، والمستجيب الحركي اللي هي العضلة. التمرين الموالي عندنا فيه، يتضمن النص أسفله 4 فراغات، اكتب في كل منها العبارات المناسبة من بين الاقتراحات التالية. إذا فأنا عندنا النص وخاصنا نملؤ النص بما يلي: عندنا الخلايا المعفنة، خلطي، خلاوي، مولد مضاد، لمفاويات تي. إذا فغادي نشوفو هنا، نقرأ النص أولا. بعد تحسيسها ب، ما عندنا فراغ معين تتفرق، شنو ما عرفناش شكون التي تتفرق، الى لمفاويات تي ذاكره ولمفاويات تي قاتله. اذا شكون اللي كتتفرق الى لمفاويات تي ذاكره ولمفاويات تي قاتله؟ هي لمفاويات تي. هادشي شفنا في الاستجابه المناعيه الخلويه. اذا لمفاويات تي، فبعد ما كتعرف على مولد المضاد اللي هو العنصر غير الذاتي، العنصر الغريب بالنسبه للجسم، اذا بعد تحسيسها بمولد المضاد معين تتفرق لمفاويات تي الى لمفاويات تي ذاكره ولمفاويات تي قاتله التي تقضي على الخلايا المعفنة، لأن عندنا استجابة خلوية على ما نقوله الخلايا المعفنة. يتعلق الأمر بالاستجابة المناعية ذات مسلك خلوي، لأنه تتم بتدخل لمفاويات تي. نكمل السؤال 3، اكتب صحيح او خطا امام كل اقتراح من الاقتراحات الاتيه. قرأوا الجمله الاولى، الليف العضلي عباره عن خليه عضليه طويله متعدده النواه. فعلا صحيح، اذا في العضلي او الخليه العضليه فهي عباره عن خليه طويله تتكون من عده نواه، هذه مميزات الخليه العضليه. الجمله الثانيه، على مستوى النخاع الشوكي تحيط الماده الرماديه بالماده البيضاء. الجمله هي خاطئه، الماده البيضاء تكون خارجيه والماده الرماديه تكون داخليه بالنسبه للنخاع الشوكي. بينما بالنسبه للمخ، اذا عطاونا المخ فالمخ عندنا الماده الرماديه خارجيه والماده البيضاء تكون داخليه. الجملة الثالثة، سموضع الباحة الحساسية العامة على مستوى القشرة المخية أمام شق رولاندو. إذا فالباحة الحساسية العامة اللي هي باحة اللمس، فقالوا لنا أنها تتموضع أمام شق رولاندو، فالجواب فهو خاطئ. أمام شق رولاندو كتلقاو الباحة الحركية، بينما الباحة الحساسية العامة أو باحة اللمس فكتلقاوها خلف شق رولاندو.
بالنسبة للدال على مستوى الصفيحة المحركة ترتبط تفرعات كل ليف عصبي محرك بمجموعة من الألياف العضلية. الجملة هي صحيحة. إذا فالصفيحة المحركة هي ارتباط ما بين نهاية الليف العصبي الحركي مع عدة ألياف عضلية. جملة صحيحة. نكمل أننا بالنسبة للتمرين الرابع، اربط كل مصطلح من المصطلحات المجموعة أ بما يناسبه من تعريف المجموعة ب. إذا عندنا المصطلحات الكريات الليمفاوية ب، الاستمصال، المضادات الحيوية، التبوخ. إذا فهنا بالنسبة للاستمصال المضادات الحيوية هادو داخلين في الفقرة الخاصة بتدعيم الاستجابة المناعية اللي ما عندكمش في السنة هذه. فبالنسبة للإطار المرجعي ديال السنة عندنا فقط المصطلح ديال الكريات الليمفاوية بي، وعندنا التبوغ. إذا فالكريات الليمفاوية بي شنو كون هما؟ فهي هي عبارة عن كريات بيضاء تدخل في الاستجابة المناعية الخلطية. إذا فالاستجابة المناعية الخلطية تعرفنا أنها تتم بتدخل الليمفاويات بي. عندنا كذلك هنا التبوغ هو طريقة من طرق التكاثر عند الجراثيم، ومن بين هذه الجراثيم اللي كيتكاثروا عن طريق التبوغ فالفطريات المجهرية وبتحديد العفن تتكاثر عن طريق التبوغ. إذا فنقولوا طريقة تكاثر الفطريات المجهرية. إذا هكذا نكون كملنا الجزء الأول من الامتحان، فهو استرداد المعارف عليه 8 نقاط. إذا فهنا هذا هو الجزء الأول، مكون استرداد المعارف 8 نقاط. الآن غادي نمرو للمكون الثاني اللي هو الاستدلال العلمي عليه 12 نقطة. فالتمرين الأول، استقبل قسم المستعجلات بأحد المستشفيات شخصين مصابين أ و ب يعاني كل منهما من شلل دون كدمات أو إصابات بارزة. كشفت الفحوصات الأولية للحالتين عني النتائج ملخصة في الجدول التالي. إذا فهنايا عندنا حالة ديال شخصين مصابين عندهم إصابات ديال الشلل ودون إصابات بارزة، وما عندوش إصابات بارزة على مستوى الجسم، يعني ما كيبانوش لينا شي إصابات خارجية. فهنا عندنا نتائج التحاليل الأولية. إذا نتائج الفحص الأولي عندنا الشخص أ هو هذا، الشخص ب هو هذا. إذا فغادي نشوفوا مناش كيعاني الشخص أ. فالشخص أ يعاني من شلل النصف الأيمن من الجسم. إذا شلل النصف الأيمن، الاحتفاظ بالحساسية الشعورية على مستوى النصف الأيمن للجسم، وبالنسبة للحساسية الشعورية يعني حاسة اللمس فهي سليمة. سلامة العضلات والنخاع الشوكي، فالعضلات فهي سليمة، النخاع الشوكي سليم. ننتقل بالنسبة للشخص ب، شلل الأطراف السفلية، يعاني من شلل في الأطراف السفلية، يعاني من فقدان الحساسية الشعورية على مستوى الأطراف السفلية. إذا فحاسة اللمس مفقودة عند بالنسبة للأطراف السفلية عند الشخص هذا. وسلامة العضلات والأعصاب، إذا فعنده بالنسبة للعضلات والأعصاب فهي سليمة. نمشيو للسؤال هو اللي غادي يوضح لنا شنو مطلوب منا نديرو. اقترح فرضيتين لتفسير نتائج هذا الفحص بالنسبة لكل شخص. إذا فرضيتين تفسران نتائج الفحص بالنسبة لكل شخص. إذا فبالنسبة للشخص واحد، الشخص أ، فبغينا نحددو شنو هو سبب الإصابة ديالو بالشلل. إذا فسبب الإصابة بالشلل فغادي يكون هو يا إما إحنا كنعرفو أن بالنسبة للحركة العناصر اللي كيدخلو في الحركة كيكون هو مثلا الباحة الحركية، يعني اللي كتواجد على مستوى المخ. فالعنصر الثاني يقدر يكون النخاع الشوكي او العصب لانه كيلعبوا دور موصل حركي، والاخي اخر عنصر فهما العضلات. اذا فالفرديات ما خاصهمش يكونوا متناقضين مع النتائج ديال الفحوصات. فهنا كيقولوا لنا ان العضلات فهي سليمه والنخاع الشوكي سليم. اذا شنو بقى لنا خاصنا ندير؟ ممكن نقولوا ان المخ هو الاصابه على مستوى المخ، هذا الشخص اي يقدر يكون عنده اصابه على مستوى المخ. والفرضية الثانية نقدر نقوله أنه ممكن هذا الشخص، هذا الشخص أ، فيكون عنده إصابة على مستوى الأعصاب، لأن النخاع الشوكي فهو سليم. إذا نقوله على مستوى المخ أو على مستوى الأعصاب. بالنسبة للشخص ب فنفس الشيء، فهنا عنده لكن هنا عنده كاين اختلاف. هنا كيقولون أن الأعصاب فهي سليمة، وهنا قالوا لنا أن النخاع الشوكي هو سليم. إذا فبالنسبة للشخص ب ممكن نعطيه في الفرضية أنه ممكن يكون مصاب على مستوى المخ، وممكن أنه يكون مصاب على مستوى النخاع الشوكي، لأن النخاع الشوكي يلعب دور موصل حركي. فلا إذا فهذه هما الأجوبة. إذا فبالنسبة للشخص أ الفرضية 1 فعندنا إصابة على مستوى المخ، فرضية 2 إصابة على مستوى الأعصاب. بالنسبة للشخص ب الإصابة على مستوى المخ، والفرضية الثانية إصابة على مستوى النخاع الشوكي. إذا نكمل التمرين ديالنا.
في مرحلة ثانية من التشخيص أخضع الطبيب معالج للشخصين A و B لتصوير المخ والنخاع الشوكي بتقنية رنين مغناطيسي AFM. إذا فبالنسبة لهاد الشخصين A و B، الآن الطبيب ما عرفش شنو هو سبب الإصابة، حنا عندنا جوج ديال الفرضيات. إذا فبغينا نحددوا شكون هو سبب الإصابة بالشلل عند الشخص A وشنو هو سبب الإصابة بالشلل وبفقدان الحساسية عند الشخص، الحساسية الشعورية عند الشخص B. اذا فهنا الطبيب طلب منهم انهم يقوموا بفحوصات اشعاعيه فاللي كتسمى الرنين، تقنيه الرنين المغناطيسي AFM، وتمثل الوثيقه 1 و 2 الصور المحصل عليها مقارنه مع الشخص السليم. اذا فهنا عندنا نتائج تصوير المخ بتقنيه الرنين المغناطيسي، تصوير المخ عند الشخص ماذا؟ عند الشخص A، الشخص A، وهنا عندنا شخص سليم. اذا فهنا كنلاحظوا ان هنا جمجمه شخص سليم وهنا جمجمه شخص المصاب شخص A. اذا فكنلاحظوا ان هنالك تلف امام الشق الولاندو، امام الشق الولاندو شنو كنلقاو؟ كنلقاو الباحه الحركيه. اذا فهنايا غيكون عنده، فكنلاحظوا انه غادي نتاكدوا من الفرضيه اللي كنا سبقنا وضعناها، قلنا ربما انه يكون مصاب على مستوى المخ، وقلنا ربما ممكن انه يكون مصاب على مستوى الاعصاب. اذا فهنا تاكد لنا انه مصاب على مستوى المخ بالنسبه للشخص A. نمشيو للسؤال، نشوفوا السؤال شنو مطلوب منا. اعتمادا على الوثيقتين 1 و 2 بين سو بين او قارن عفوا قارن بين صورة المخ عند الشخص A وصورة المخ عند الشخص سليم. اذا فغادي نقارنوا، اذا فغادي نقولوا بالمقارنة مع الشخص السليم، فالشخص A الشخص مصاب ب على مستوى الباحة الحركية امام شق رولاندو، مصاب على مستوى المخ امام شق رولاندو. اذا هذا هو يكون بالجواب ديالنا. بالمقارنة مع الشخص السليم نلاحظ ان الشخص A لديه تلف في المخ امام شق رولاندو، وهذا الشيء جبناه انطلاقا من معطيات الوثيقة. ب صور بالنسبه للصوره، ان غادي نقارنوا الان ما بين صوره النخاع الشوكي للشخص B وصوره النخاع الشوكي عند الشخص السليم. اذا فهنا الشخص السليم فهنا كيبان لنا انه سلامه النخاع الشوكي، بينما بالنسبه للشخص المصاب الشخص B فكنلاحظوا ان هنالك تلف على مستوى النخاع الشوكي. اذا فغادي نقولوا في المقارنه، غادي نقولوا بالمقارنه مع الشخص السليم، فنلاحظ ان الشخص B فلديه تلف، لديه تلف على مستوى النخاع الشوكي. اذا فهنا غادي نتاكدوا من الفرضيه اللي كنا عطينا سابقا. اذا فب بالمقارنه مع الشخص السليم نلاحظ ان الشخص B لديه تلف في النخاع الشوكي. ننتقلوا الان الصفحه المواليه، هنا عندنا السؤال 3. اعتمادا على نتائج تصوير المخ والنخاع الشوكي حدد الفرضية الصحيحة بالنسبة لكل شخص. إذا بالنسبة للفرضية الصحيحة بالنسبة للشخص A فهي إصابة المخ، وبالنسبة للشخص B فالفرضية الصحيحة تكون هي إصابة النخاع الشوكي. إذا نقول هنا عندنا الفرضية الصحيحة بالنسبة للشخص A هي إصابة المخ، الفرضية الصحيحة بالنسبة للشخص B هي إصابة النخاع الشوكي. السؤال 4. بين العلاقة بين المنطقة المصابة والشلل الأطراف السفلية وفقدان الحساسية عند الشخص B. إذا فالشخص B عنده عند الشلل وعنده كذلك فقدان الحساسية، فقدان حساسية اللمس. إذا شنو هو العلاقة ما بين هذا الشلل وفقدان الحساسية الشعورية اللي هي فقدان حساسية اللمس؟ فهنايا كنعرفوا حنايا أن النخاع الشوكي فهو كيلعب دور موصل حركي، يعني كيوصل السيوله العصبيه الحركيه للعضلات الاطراف السفليه، وكيلعب دور موصل حسي، يعني كيوصل السيوله العصبيه الحسيه القادمه من جلد الاطراف السفليه، وهذا في اتجاه تتجه في اتجاه باحه اللمس. لذلك فاصابه على مستوى النخاع الشوكي ستؤدي الى فقدان الحساسيه الشعوريه وفقدان كذلك الحركه الاراديه. هادشي كامل خاصنا نلخصوه في هذا الجواب اللي غادي نديروه هنا. إذا السؤال 4 غادي نقولوا إصابة النخاع الشوكي تمنع وصول السيولة العصبية الحركية إلى عضلات الأطراف السفلية من الجسم، ومن جهة أخرى تمنع وصول السيولة العصبية الحسية المتجهة من الجلد إلى باحة اللمس، باحة الحساسية العامة، وبالتالي يفقد هذا الشخص حاسة اللمس بالنسبة للأطراف السفلية من الجسم. السؤال 5. أنجز خطاطة تركيبية تبين العلاقة بين المنطقة المصابة وظهور شلل في النصف الأيمن من الجسم عند الشخص A. إذا فهنا غادي نديرو خطاطة تلخص التحركية الإرادية عند الشخص A، وغادي نربطوها مع الإصابة ديالو. إذا فحنا الإصابة ديال الشخص A مصاب على مستوى المخ، يعني مصاب على مستوى المركز العصبي، فهذا الشيء خاصنا نذكروه في الخطاطة ديالنا. كيفاش غادي نديرو لها؟ غادي نقولو إصابة الباحة الحركية اليسرى عند هذا الشخص هذا، إذا عنده إصابة على مستوى الباحة الحركية اليسرى، اذا فغادي تكون غياب ديال السيوله العصبيه الحركيه، لن تنشا السيوله العصبيه الحركيه على مستوى الباحه،
فما تمشيش تصير عصبية حركية في اتجاه عن طريق النخاع الشوكي، لأنه هذه المنطقة دي مصابة، وبالتالي يكون عندنا شلل النصف الأيمن من جسم الشخص أب. وبالتالي لأننا نعرف أنه نصف كرة مخية تتحكم في أعضاء الجانب المعاكس من الجسم، فهنا إصابة الباحة الحركية اليسرى ستؤدي إلى شلل النصف الأيمن من الجسم عند هذا الشخص أب. إذا هذه هي الخطط تكون على هذا الشكل. الآن وصلنا للتمرين الثاني والأخير بالنسبة للاستدلال العلمي. سنقرأ هذا التمرين هذا. نتيجة استهلاكهم لمياه بئر ملوثة أصيب بعض سكان منطقة قروية بحمى تيفويد لا فيابغ تيفويد التي تسببها بكتيريا سالمونيلا تيفي، ومن أعراض هذا المرض نوبات من الإسهال وحمى حادة وآلام في الرأس. لتعرف الخلايا المتدخلة في حالة الإصابة بهذا المرض نقدم المعطيات الآتية. يبين الجدول الموالي عدد الخلايا الدموية عند شخص مصاب بتيفويد وكذا عند شخص سليم. إذا فهنا كيتكلموا هنا على واحد السكان ديال القرية تصابوا بهذا المرض هذا اللي هو مرض حمى التيفويد اللي تعرفنا على الأعراض ديالها يؤدي إلى إسهال وحمى حادة وألم على مستوى الرأس. والسبب ديال هذا السبب ديال هذه الحمى هذه فهو واحد البكتيريا اللي اسمها سالمونيلا تيفي، هو سبب إصابة بهذا الحمى. إذا فحنا بغينا نعرفوا يبين الجدول الموالي عدد الخلايا الدموية، فعندنا يا شخص مصاب بحمى التيفويد وعندنا شخص سليم، شخص مصاب وشخص سليم. هنا عندنا الخلايا الدموية الكريات الحمراء، عندنا اللمفاويات وعندنا البلعميات. اللمفاويات فكيتدخلوا في المناعة وكذلك البلعميات كيتدخلوا كذلك في المناعة، ولكن بالنسبة للكريات الحمراء لا تتدخل في المناعة، مناعة الجسم. فعندنا يا مقارنة العدد عدد الكريات الحمراء واللمفاويات والبلعمية والبلعميات عند الشخص مصاب بالتيفويد وعند الشخص سليم. السؤال المطلوب منا هو اعتماد على معطيات الجدول حدد معلنا جوابك الخلايا الدموية المتدخلة في المناعة ضد بكتيريا التيفويد. إذا فبالنسبة للخلايا اللي كيتدخلوا في المناعة فهما بينين، فهما اللمفاويات وهما البلعميات. وباش نبينوا أكثر نعللوا الجواب ديالنا، فغادي نقولوا انه هنالك، لاحظوا معي لاحظتوا معي العدد، فالعدد ديال الكريات الحمراء فهو عدد عادي. اذا فعندنا 4,900,000 فهي كتواجد ما بين 4,000,000 و5,000,000. اذا فعند شخص سليم فنفس الشيء كنلقاو عند الشخص المصاب، اذا فهنا لا يوجد هنالك تغيير بالنسبه لعدد الكريات الحمراء. بينما فكنلاحظوا بالنسبه للمفاويات، اللمفاويات والبلعميات، فهنا تلقاو ان اللمفاويات فهي العدد ديالها كبير عند الشخص المصاب بالتيفويد، ونفس الشيء بالنسبه للبلعميات عندنا 13,000 وكاين فقط 5,000 عند الشخص السليم. اذا فهنا كيزداد العدد ديال الكريات البيضاء، علاش؟ باش يحاولوا يقضيوا على ديك البكتيريا اللي دخلت للجسم. اذا فغادي نقولوا حنا في الاجابه ديالنا باش ما نطولوش الاجابه، عندنا السؤال واحد. إذا الخلايا الدموية المستخلة في المناعة ضد بكتيريا التيفويد هي اللمفاويات والبلعميات. التعليل غادي نقولوا في التعليل ارتفاع عدد هذه الخلايا يعني البلعميات واللمفاويات عند الشخص المصاب بالمقارنة مع الشخص السليم. نكمل. لوقاية السكان المستهلكين لمياه الآبار قرر طبيب القرية تنظيم حملة طبية للتلقيح ضد التيفويد ولإبراز أهمية ذلك. تم قياس كمية مضادات الأجسام ضد بكتيريا التيفويد عند شخصين إكس وإيغريك أصيبا ببكتيريا التيفويد، حيث خضع الشخص إيغريك فقط للتلقيح ضد هذه البكتيريا، وتبين الوثيقة جانبها النتائج المحصلة عليها. إذا فهنايا من أجل الوقاية فقاموا قام قرر الطبيب القرية تنظيم حملة طبية للتلقيح. إذا فهنا عندنا التلقيح ولإبراز أهمية ذلك تم قياس كمية مضادات الأجسام ضد بكتيريا التيفويد عند شخصين إكس وإيغريك. الشخص إكس كيقولوا لنا هنايا أن الشخص إكس فهو تم تلقيحه، إذا لاحظوا معايا عفوا الشخص إيغريك، شخص إيغريك هو الذي سبق تلقيحه بمولد المضاد يعني بحمى التيفويد، ولكن ملي كنقولوا التلقيح فهو كيف ما شفنا في درس المناعه فالتلقيح فهو عباره عن حقن مولد مضاد الذي يكون واهنا. يعني مولد مضاد شنو كيعني مولد مضاد؟ هو عنصر غير ذاتي كيتسبب في المرض، ولكن هذا مولد مضاد ملي كنقولوا ليه واهن يعني دوفان، فهاد الدوفان هذا فهو كيفقد القدره ديالو الممرضه يعني، فكيساعد الجسم على اكتساب مناعه. اذا فهو لا يؤدي الى اصابه المرض، فهو يساعدنا فقط على اكتساب مناعه ضد ذلك المرض. إذا فهنا تم التلقيح بمولد المضاد وهن يعني الدوفان، يعني هنا بالنسبة للشخص إيكغيك سبق تلقيحه، بينما الشخص إكس غير ملقح.
إذا فالسؤال المطلوب منا حدد معلن جوابك مسلك نوع الاستجابة المناعية المستخيلة. قبل ما نجاوب على السؤال هذا فغادي نحاول نقراو نديرو قراءة لهذا الميبيان. الميبيان هنا بالنسبة للشخص إيكغيك وبالنسبة للشخص إكس. فعندنا هنا هذا المنحنى هذا كيبين لنا تطور ديالاش كمية مضادات الأجسام، ونفس الشيء بالنسبة لهنا كمية مضادات الأجسام بوحدات اصطلاحية. إذا كمية مضادات الأجسام، مضادات الأجسام فين كنشوفوهم؟ كنشوفوهم في المناعة الخلطية. في المناعة الخلطية كنشوفو مضادات الأجسام كيدخلو باش يقضيو على مولد المضاد. إذا فدائما ملي كنشوفو مضادات الأجسام فكنذكرو أن كنا عارفو أن هذه الاستجابة المناعية غادي تكون هي مناعة خلطية. وبالنسبة ملي كنشوفو اللمفاويات تي فكتكون مناعة خلوية. إذا ملي نذكرو في شي تمرين اللمفاويات تي فكنتكلمو على مناعة خلوية، بينما إذا لقينا اللمفاويات أو اللمفاويات بي أو مضادات الأجسام فإذا فكنتكلمو على مناعة خلطية. إذا فالسؤال كيقول لنا حدد معين جوابك مسلك نوع مسلك أي نوع الاستجابة المناعية المستخيلة ضد الحمى التيفويد. فغادي تكون استجابة مناعية خلطية لأنها تتم بتدخل مضادات الأجسام. إذا هو هذا السؤال مسلك أي نوع الاستجابة المناعية هو خلطي، التعليل تدخل مضادات الأجسام. سؤال ثلاثة، قارن الاستجابة المناعية الناتجة عن الإصابة ببكتيريا التيفويد عند الشخص الملقح والشخص غير الملقح. إذا غادي نديرو مقارنة بين المنحنيين عند الشخص الملقح اللي هو هذا والشخص غير الملقح ضد التيفويد. بالنسبة للشخص الملقح فكنلاحظوا أنه الاستجابة المناعية استجابة يعني إنتاج مضادات الأجسام فهو كان فوري، يعني فور العدوى تم إنتاج مضادات الأجسام، يعني هو سبق أن تعرف الجسم دياله سبق أن تعرف على مولد المضاد اللي هو هاد البكتيريا هذه اللي هي كانت على شكل دوفان، كانت على شكل دوفان يعني واحد مولد مضاد اللي هو واهن واكتسب مناعة ضد هذه البكتيريا هذه، لذلك فالمناعة ديالو فور حقنه فتم إنتاج مضادات الأجسام لكي تقضي على هذه البكتيريا هذه. وإذا فكانت إنتاج مضادات الأجسام فوري وكانت واحد الكمية اللي هي كبيرة مهمة. بينما بالنسبة للشخص غير الملقح فهذا الشخص غير الملقح فلم يسبق له أن تعرف على هذه البكتيريا، وبالتالي فالجسم ديالو غادي يستغرق مدة ديال أسبوع يعني 7 أيام لكي يتعرف على هذا المولد المضاد لكي يتعرف على بكتيريا التيفويد. إذا فغادي تكون استجابة مناعية متأخرة وغادي تكون واحد الكمية إنتاج كمية مضادات الأجسام تكون بكمية ضعيفة وكمية قليلة. هادشي اللي غادي نقولو في الجواب ديالنا. بالنسبة للشخص الملقح للاستجابة المناعية فورية وكمية كبيرة لمضادات الأجسام، بينما الشخص غير الملقح فالاستجابة المناعية متأخرة استغرق أسبوع لإنتاج مضادات الأجسام وبكمية ضعيفة. السؤال الأخير فكيقول لنا فسر الاختلاف الملاحظ بين رد فعل الجسم عند الشخص الملقح وغير الملقح. إذا فالاختلاف ملاحظ غادي نفسرو علاش هذا عنده استجابة فورية وعلاش هذا عنده استجابة متأخرة. إذا فهذا عنده استجابة فورية لأنه سبق أن تعرف على مولد مضاد، لأن المناعة النوعية كتميز بالذاكرة. إحنا كنا أنه نوع الاستجابة غادي تكون مناعة خلطية. إذا فالمناعة الخلطية فهي تتميز بذاكرة مناعية، بما أنه سبق وتلقح بهذا المرض هذا، إذا فعنده ذاكرة ضد هذا المرض وبالتالي غادي تكون استجابة مناعية فورية وبكمية مهمة. إذا فبالنسبة للجواب غادي نقولوا يمكن تفسير هذا الاختلاف بكون الاستجابة المناعية الخلطية تتميز بذاكرة مما يسمح لها بالاستجابة بشكل فوري وبكمية مهمة للقضاء على مولد المضاد اللي هو حمى التيفويد. إذا هكذا غادي نكونوا كملنا التصحيح ديال الامتحان الجهوي. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من خلال هذا التصحيح هذا، وموعدنا في فيديو مقبل إن شاء الله. شكرا على التتبع ديالكم.